قطاع البناء من بين الأنشطة الاقتصادية التي تعرف عجزاً يشل أركانه جراء الأزمة المالية والاقتصادية التي تعيشها البلاد. تراجع كبير مس صفقاته نتج عنه جمود مقاولتي غير مسبوقة، ما جعل متعاملين اقتصاديين يدقون نقص الخطر. اليوم عندك بلو دو 30% نتاع لي زيفيكتيف تاع العمال تاع الشركات تاع القطاع اللي في قطاع البناء اللي راهي رايحه للفلاس، رايحه للفلاس. 20% دو بي بي اي ريبريزونتي بار لا كوموند بوبليك. الوغ كي كونت لا كوموند بوبليك لما الصفقات تاع الدوله تحبس كامل النشاط يحبس. يقابل هذا غياب لقرارات يمكن أن تتخذ في الشأن، أمر ساهم في إشهار عديد المقاولات لرايتها البيضاء معلنة وصولها حافة الإفلاس. لأن كان مشاكل تاع الأموال ما كانش. ثانياً اليوم يعني المشاريع اللي راهم كلهم راهم أراري، يعني اليوم المقاولين او ما قدروش باش يكملوا يعني الانجازات تاعهم من المحال. يعني لما عندنا بعض الاحصائيات اليوم راه حبست حوالي 4100 مقاول عبر الوطن. ياتي هذا موازاة مع تاكيد خبراء على ان حوالي 50% من الاقتصاد الوطني يطاله العجز جراء الازمات متعدده الاقطاب، وهو الامر الذي لا يحمله كثيرون بمحل جدي.